خميسات. لاحظوا الاحتفالية هنا مع صافرة البداية والتحميس الكبير من طرف جماهير الكوكب من جماهير مراكش الجميلة مدينة البهجة بامتياز. جيفرسون البرازيلي والأطلسي في ضربة البداية والحديد بدأ الانتدابات. سعيد خرازي في الكوكب، هنا كارلوس أحد الأسماء البرازيلية المنتظر أن تكون ذات مردود كبير، والبحث عن حارس كذلك بالنسبة لفريق الكوكب دائما. هنا عملية الانطلاق، فرصة لصالح المراكشيين، عملية تمرير وركنية، هي هكذا انطلقت بركنية، يعني انطلقت باندفاع وبحماس وبركنية في الثواني الأولى من عمر هذا النزال. الكوكب ينطلق دائما بقوة، أغلب أهدافه سجلت في الدقائق الأولى من عمر المباريات. كرة من لانسين كوني، عملية تنفيذ الركنية دائرية عرضية في الزاوية الثانية، خطيرة لا زالت لدي سوزا، إمكانية التسديد، يا الله! روعة 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 وإبداع، والله قلت أن الكوكب يسجل في الثواني الأولى، رد لاعبو الكوكب بقوة، يا ليسرى هذا اللاعب، صدقوني يسرى قوية، يسرى خطيرة، يسرى بهدف جميل وجميل جدا. من صانع هذا الهدف؟ أريد رؤية الإعادة لأنه هدف ليس كباقي الأهداف، هدف من عالم آخر، سنتابع الإعادة. أوه يا له من سيناريو، والله أتعود على أن الكوكب يكون خطير في البداية، لكن صاروخ أرض جو، صاروخ أرض جو مباشرة من مراكش للجديدة، هدف صاروخي يعني في بغض